السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين تحتج أمام وزارة التهذيب بنواكشوط وتدعو إلى تطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي. محكمة الجنايات الدولية تحدد 27 أغسطس موعدا للنطق بالحكم على المالي أحمد الفقي المهدي. عمدة بلدية تبرق زينة تقول إن نادي تبرق زينة سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية إن توفرت الشروط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. طالبت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين خلال احتجاج نظمته أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط، طالبت بتطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي وفق الصيغة المتفق عليها مع الجهات المعنية عام 2012. ودعت النقابة خلال الاحتجاج الذي سبقه تنظيم مؤتمر صحفي إلى زيادة العلاوات وصرفها على مدار السنة الدراسية. اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال. هذا وقد ركزت أعمال الدورة على بعض المشاريع قيد الإنجاز، كما بحثت آلية إقامة شركة تعنى بتسهير الطاقة والمنشآت المائية في أعلى حوض نهر السنغال. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. اختتام أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال المنظمة في العاصمة نواكشوط. الدورة الطارئة بحثت آلية إقامة شركة تعنى بتسيير الطاقة والمنشآت المائية في أعلى حوض نهر السنغال، كما ناقشت بعض المشاريع قيد الإنجاز من بينها مشروع ملاحة النهر ومشروع الاستصلاح الهيدروكربمائي، إضافة إلى مشروع الاستصلاح الكهروكهربائي. وناقش مجلس وزراء المنظمة على مدى يومين بالعاصمة نواكشوط مشروعي التسيير المندمج للمصادر المائية والتنموية والاستغلال الخاص بالأهداف المتعددة في حوض نهر السنغال والمشروع الكبير في فوتاجالو، وهي مشاريع يقول المجتمعون في نواكشوط إن من شأنها أن تعطي دفعا جديدا للمنظمة وتفعيلا لدورها في المجالات التي يتوخى أن تحقق على مستواها بعض الأهداف. وتسعى منظمة استثمار نهر السنغال وفق اتفاقية تأسيسها الموقعة شهر مارس عام 72900 إلى تحقيق استغلال مشترك للنهر من خلال إقامة بعض المشاريع وإنشاء مراسي للسفن ذات الحجم المتوسط على طول النهر الممتد على 1790 كيلومتر، إضافة إلى إعداد نهر صالح للملاحة على مدار السنة تصل مساحته 30 كيلومتر بدافع فك العزلة عن جمهورية مالي التي تعتبر دولة مغلقة. وتصدر المنظمة التي تعول عليها دولها الأعضاء في مجال النهوض بالتنمية الزراعية من حين لآخر إعلانات حول التغيرات المناخية باعتبارها إحدى أبرز التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء فيها. تأسست منظمة استثمار نهر السنغال عام 72900 بهدف تحقيق استغلال مشترك للنهر والنهوض المشترك بالتنمية الزراعية بالدول الأعضاء فيها، وهي موريتانيا والسنغال ومالي. نتابع.
قال رئيس حزب الصواب القيادي بكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي عبد السلام والحرمة إن تصريحات الوزير الأمين العام للرئاسة المكلف بملف الحوار من طرف النظام مولاي والمحمد لغضف لم تأتي بالجديد بشأن الحوار السياسي، وإن المنتظر كان أن تبدأ الانطلاقة الفعلية للحوار لا أن يتم الحديث من جديد عنه. الحقيقة لم أرى جديدا في هذه التصريحات سوى أن هناك اهتمام مباشر من طرف الحكومة بمتابعة ملف الحوار، يقابله اهتمام آخر من طرف المنتدى، لكن لم يأتي جديد. الإعلان عن النوايا هذا مرت عليه مدة زمنية طويلة، الرغبة في الحوار عبرت جميع الأطراف عنها، لكن الساحة كانت تبحث أو تنتظر شيء آخر وهو انطلاق فعل الحوار أو الحديث لها عن قضايا محددة تم تذليلها في سبيل جلوس الفرقاء على طاولة واحدة للحوار. هذا لم يأتي منه على الأقل الحد الأدنى الذي كان مطلوبا. الوزير الأمين العام للحكومة أعلن أن هناك لقاءات سرية أخرى ولقاءات علنية. وأضاف والحرمة خلال حلقة من برنامج المشهد أن مختلف أطراف المعاهدة تبحث عن الحوار، لكن جزئية الذهاب للحوار من أجل وضع جدول عام بشأن المواضيع التي ينبغي أن يتم نقاشها تشكل أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب المكونة للمعاهدة. لا يوجد طرف في المعاهدة يرفض الحوار. المعاهدة كل من حيث المبدأ المعاهدة تريد الحوار، كل أطراف المعاهدة تريد الحوار، وصحيح أن ما النقطة المركزية التي تجمعها هي الموقف المشترك من الحوار، لكن في هذه الجزئية تحديدا في هذه الجزئية من الحوار ليس الحوار مبدأ الحوار والمشاركة في الحوار والدخول في الحوار، هذا مبدأ يجمعها وما زال يجمعها ومتفق عليه، لكن هذه الجزئية من الحوار أن نذهب ونتحاور بغية وضع جدول زمني وجدول عام من خلاله نتقدم إلى الطرف الآخر، هذا وقع فيه اختلاف في تقدير الرؤية. الذين ذهبوا رأوا أن الحوار حيث مبدأ الحوار عليهم أن يقدموا هذه الرؤية، الذين حجموا ونحن في الصواب رأينا أن هذا لا يقدم، لأننا الخطوات التمهيدية مر عليها زمن كثير، نحن لم نعد لا ينبغي أن ننتظر الآن كما قلت لك خطوات تمهيدية، ولا ما ننتظره الآن هو حوار، هو الدخول في الحوار وحوار توافقي. حوار ناقص لم يؤدي إلى نتيجة. من حيث المبدأ لا يتصور من حيث المبدأ أن نبحث عن حلول لمشاكل موريتانيا ومشاكل حقيقية، بعضها بنيوي بعضها خطير بعضها سياسي بعضها متعلق بالثقة، يمكن أن نبحث عنها بغياب أطراف. حددت محكمة الجنايات الدولية 27 سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم على المالي أحمد الفقي المهدي المتهم بتنفيذ هجمات على بعض الأضرحة في مدينة تمبكتو مصنفة على لائحة التراث العالمي. وكان الفقي قد اعترف خلال مثوله قبل أيام أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، داعيا الماليين إلى اعتباره ابنا ضل طريقه، فيما تطالب النيابة العامة بفرض عقوبات بالسجن عليه تتراوح بين 9 سنوات و11 عاما. أطلقت موريتانيا اسم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الأحمد الصباح على الطريق الرابط بين مستشفى صباح وشاطئ المحيط الأطلسي بعاصمة نواكشوط. وقالت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية ماتي بنت حمادي إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة بروز معالم حضرية شكلت مناسبة لتذكر أشقاء موريتانيا وأصدقائها برد الجميل لهم من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع العاصمة. لقد شكل حصاد السنوات الأخيرة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أوج العطاءات في جميع الميادين، مما مكن من بروز معالم حضارية وإنجازات كبرى كمفخرة نواكشوط مطار نواكشوط الدولي أم التونسي والشوارع المعبدة الجميلة والأرصفة والإنارة العمومية. وهذه الإنجازات الضخمة في جميع المجالات وخاصة في مجال البنى التحتية كالطرق تجعلنا نتذكر الأشقاء والأصدقاء الذين تضامنوا مع بلدنا منذ الاستقلال حتى اليوم لنرد لهم الجميل بتخليد أسمائهم
عن طريق إطلاقها على شوارعنا. وفي هذا الإطار ننظم اليوم هذا الحفل البهيج لإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الطريق الرابط بين مستشفى صباح والشاطئ شاطئ المحيط الأطلسي. وأضافت بنت حمادي خلال الإعلان عن إطلاق اسم أمير دولة الكويت على أحد شوارع نواكشوط أن العلاقات الموريتانية الكويتية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، وأن القرابة ووحدة الدين والمصير المشترك تعتبر أبرز المشتركات بين البلدين. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن أسماء آيات التقدير والعرفان بالجميل لدولة الكويت الشقيقة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تدشين هذا الشارع الذي يحمل وبكل اعتزاز اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز والحكومة برئاسة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدامين والمجلس الحضري لمدينة نواكشوط من خلال هذا التدشين يعبرون عن متانة العلاقة الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والكويتي اللذين تربطهما علاقات القرابة ويوحدهما الدين والمصير المشترك، وهو ما ترجمته الكويت من خلال عديد المشاريع التي ساهمت مؤسساتها الاقتصادية والخيرية في إنجازها في العديد من المجالات المختلفة في موريتانيا. السفير الكويتي بنواكشوط خالد محمد الشيباني أشاد بالمبادرة واعتبرها دليلا على عمق العلاقات السياسية والتاريخية بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقال خالد محمد الشيباني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة إن موريتانيا شهدت إنجازات وصفها بالهامة على مختلف المجالات والأصعدة. وبهذه المناسبة السعيدة وباسمي وباسم دولة الكويت حكومة وشعبا أشكر الحكومة الموريتانية على هذه المبادرة القيمة التي تنم عن مدى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وذلك بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لقائدي البلدين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز حفظهم الله ورعاهما. كما تنم هذه المبادرة الكريمة عن التقدير والاعتراف بالجميل الذي تكنه موريتانيا الشقيقة لدولة الكويت. الحضور الكريم، إننا ننظر بعين التقدير والاعتبار للإنجازات الهامة والخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في موريتانيا والتي باتت واضحة في مختلف المجالات والتي تحققت في عهد القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. رياضيا في هذه النشرة، قالت عمدة بلدية تفرق زينة فاطمة مت عبد المالك إن نادي أفسة تفرق زينة سيشارك في البطولة العربية والإفريقية إن توفرت الشروط المناسبة لذلك. وأكدت بنت عبد المالك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البلدية في نواكشوط أن البلدية ستواصل دعمها لكرة القدم من أجل النهوض بها في موريتانيا. أهمية الرياضة ودعم الشباب بشكل عام على مستوى البلدية اللي كيف قلت ماضية في دعمه ماضية فيه، وينم عن أهمية عند المجلس البلدي التفرق زينة إنها تنهض، إنه ينهض بالرياضة على المستوى الدولي بشكل عام، باللي أداء فريق تفرق زينة اليوم أصبح معروف على المستوى الدولي. وهذا هون لا يدعيني لعلني نأكد مولي مشاركة الفريق بيان عرف مقدور تسولوا عنها فذوك الكؤوس الأخرى سواء كأس العربية والله الكأس الإفريقية إلى اللي تمت الظروف عاد مواتية لذلك كان نختار نأكد أيضا علنا ماضيين مجلس البلدي التفرق زينة ماضي
والطائم المؤطر الطاقم المؤطر للفريق انه ماضي ايضا. ف تفعيل ودعم الفريق. من ناحية أخرى، أعلن نادي تفرغ زينة عن بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال الآونة الأخيرة من أجل دعم صفوف المنتخب، خصوصا في مشاركته الإقليمية المرتقبة. محمد سالم عبد الودود الملقب رويكين، أوكي. ذاك احنا لاعب كيف قلت قبيل ما هو قريب على النادي وفاصل فيه النادي، ظهر لنا مولانا على انه ولا يدور يزيد ويرفع من مستوى النادي، لانه احنا واثقين بقدراته. ثانيا لاتلينا نتكلموا عن المدافع مصطفى بجن اللي كان سابقا لاعب سنيم، زاد هو اللي وساهيجي من طلب من العامين، المدرب يقول انه لا بد له منه لانه يعرفوا قطع عاد معاه وطلبات منه بصفه خاصه. وهذه مولانا على اني لين يعود المدرب هو اللي دور الرقاش دور تعود له فيه الكفاءه دور عود له يزيد وش. البرازيلي ظهر لي مولانا وارجو على انه لا يعود، زاد هو حسب الفات لنا منه على انه لاعب محترف ولاعب لباس به مضبوط باذن الله تعالى، يقد زاد هو يعاون في ذل الله يعدل النادي على المستوى العربي والمستوى الافريقي اذا صح ذلك. يثير غياب الصرف الصحي في موريتانيا امتعاض العديد من سكان العاصمة، حيث تغرق في بعض الأحيان الشوارع الرئيسية في العاصمة، ما يؤثر على الحركية ويمنح نواكشوط وجها غير حضري. نتابع. نواكشوط العاصمة التي لا صرف صحي لديها، جملة يكثر تداولها بشكل واسع خصوصا خلال فصل الأمطار، حيث تكثر المستنقعات وتمتلئ الشوارع الرئيسة بالعاصمة جراء مليمترات تكون قليلة في بعض الأحيان، وهو الواقع الذي يثير امتعاض العديد من الساكنة ويتسبب لهم أحيانا في بعض الخسائر المادية خصوصا بالنسبة لأصحاب السيارات، كما أنها تنعكس بالسلب على الحركة حيث تشلها في بعض الأحيان وعلى مستوى بعض الأحياء والمقاطعات ويصبح من الصعب الوصول إليها. ويدفع غياب الصرف الصحي الجهات الرسمية إلى اللجوء إلى اعتماد بعض الصهاريج والماكينات من أجل إخلاء الشوارع وبعض الساحات العامة من مياه الأمطار، وهو مجهود تحاول من خلاله إدارة الصرف الصحي سحب المياه من النقاط التي تقدر بحوالي 21 نقطة تجمع مياه في قلب العاصمة نواكشوط، غير أن بعض التحديات المتعلقة بالسرعة والانتشار تحول أحيانا دون تحقيق ذلك، حيث تبقى المياه هنالك لبعض الوقت. وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت مع جمهورية الصين الشعبية اتفاقية تتولى بموجبها إحدى الشركات الصينية تنفيذ مخطط للصرف الصحي بالعاصمة نواكشوط بغلاف مالي يقدر بحوالي 199 مليون دولار، غير أن الصعوبات المالية ربما تكون قد وقفت في وجه تنفيذ ذلك المشروع، كما أن بعض التحديات الفنية المتعلقة بطبيعة عمران مدينة نواكشوط ونوعية تربتها خصوصا في بعض المقاطعات التي تقترب فيها المياه من السطح يشكل هو الآخر تحديا ماثلا أمام الصرف الصحي بالمدينة. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها: النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين تحتج أمام وزارة التهذيب بنواكشوط وتدعو إلى تطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي. محكمة الجنايات الدولية تحدد 27 أغسطس موعدا للنطق بالحكم على المالي أحمد الفقي المهدي. عمدة بلدية تفرغ زينة تقول إن نادي تفرغ زينة سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية إن توفرت الشروط. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع نظام أسلاك التعليم الأساسي في موريتانيا. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.